الخبر اول اللي عدنا على نس جايب، واخيرا عرفنا من هو الهكر اللي هكر حساب بالانستغرام اللي كان ب 2 مليون متابع. فهذا الهكر يا حبايب هي منظمه سوريه عندهم حساب بالانستغرام ب 120 الف متابع. نزلوا هذا الستوري كان يبينون بيه شلون هم هكروا حساب انس جايب بالانستغرام. بالبدايه كان فاتحين على حسابه، طبعا هاي الحركه اغلب الهكر يسووها، يفتحون الحساب بالبدايه بعدين يسوون حركتين شويه عليه وفجاه يطير الحساب من الانستغرام بابلاغ مثل ما شايفين. هذا نزل في الستوري الثاني يوضحون بها انه صار يصير حاليا مفاوضات بينه وبين انس جايب، ممكن انه يرجع لحسابه اذا هم وافقوا. فطبعا ان شاء الله يا رب يرجع الحساب مالته انس شايب. وطبعا هذول الهكرين نزلوا شويه ستوريات ثانيه شويه صادمه، كانت كان يخيرون بها المتابعين ويسالوا بها متابعين مين يريدون يهكرون، محمد كريم لو جواني. رغم محمد كريم كان نزل شويه ستوريات يطلب من الهكر انه ما يهكروا، فان شاء الله يا رب يسووا له اي شيء. واكتبوا لنا احباب بالكومنتات شو رايكم باللي قاعد يصير. وننتقل حاليا لمريانه غريب وتهجم المتابعين عليها بسبب تنزيلها شويه صور نوعا ما غير لائقه وزائد 18. نزلت هذه الصوره كانت نوعا ما ملابسه من جوا، بنفس الوقت كانت شويه صوره شفافه، يعني ملابس شفافه من بين الملابس الداخليه. واضافة على الصوره الثانيه كانت على البحر، لان نوعا ما كانت لابسه ملابس غير لائقه. فهو المتابع صار يتجمع عليه يقول عيب تنشري هذا الشيء، اوكي تسويه ولكن قدام الناس تنشري هيك الشيء. ما ادري صراحه من احباب بالكومنتات هل تستحق تهجم تعرضت له او لا. وننتقل حاليا روزا وصل حسابها بالانستغرام لل 3 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هالانجاز. وننتقل حاليا نورمار هو اللي هو انصاب بالكورونا، فنزل شويه ستوريات كان يسوي بها فحص مال كورونا بس اشخاص يسوون على السبب، فحتى ما اتوقع انه راح يسافر من دبي راح يرجع بها التركية. فشوفوا رده فعله هو ده يسوي الفحص الكورونا. يلا نور خلاص يلا انا ما حامشي ما حامشي دي طاري خلاص. اخر شيء اسم يارا مار يا حبايب، وشنو صار وياها وليش اغمى عليها؟ بسبب ايمو مار. هذا الستوري من واضح انه مسويها مقلب، فكنت كاتبه بكره الساعه بالاربع كونوا جاهزين على قناه ايمو، فيديو كثير حلو، انا اغمى علي وكوكو اغمى عليها. انتظروا الفيديو، من واضح انه المقطع حيكون عباره عن مقلب، مقلب قوي كلش، وشوفوا شلون صار الصراخ بالمقطع يعني. نزلوا تشويقه الا لانه. بس الحبايب نوصلت المقطع من المقطع، شوفكم لا تنسون تفجروا هذا المقطع باللايكات وبس، كانكم في زي ما قادم يطلق قصاص. مع السلامه.